يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، عساكم بخير. مرحبا بكم في الحلقة السابعة من سلسلة رمضانيات. اليوم إن شاء الله سنتعلم 5 معلومات دينية. كيف كان يومكم من دون مواقع التواصل الاجتماعي؟ حسنا، لن أكذب، لقد دخلت لمدة ساعة أظن إلى مواقع التواصل الاجتماعي لأنني كنت في حاجة إلى ذلك. المهم، كان يوما أغلبه من دون مواقع التواصل الاجتماعي. ما هو الفرق بين النبي والرسول؟ النبي هو من أوحى إليه الله بشرعه، والرسول هو من أوحى الله إليه بشرعه وأمره بتبليغه. إذن كل رسول نبي، ولكن ليس كل نبي رسول. من هم أصحاب ليكا؟ أصحاب ليكا هم القوم الذي أرسل الله إليهم سيدنا شعيب، لكنهم لم يتبعوه رغم أنه كان طليق اللسان وجيدا في الحوار، حيث أنه كان يسمى بخطيب الأنبياء. سيدنا شعيب كان يسمى بخطيب الأنبياء. عندما لم يتبعوه عذبهم الله بالحر الشديد وبصيحة، وسميوا بأصحاب ليكا لأنهم كانوا يعبدون ليكا، وهو نوع من الشجر كثير الفروع. سيدنا إدريس هو ثالث الأنبياء بعد سيدنا آدم وسيدنا شيث عليهما السلام. قالوا أنه بعث مرتين لقومين مختلفين، لأنه بعث لقوم بابل في العراق لكنهم كذبوه، إلا قوم قليل، فهاجر إلى مصر وقام بدعوة الناس هناك. ويقال أنه أول من خط وخاط، أنه أول من خط بالقلم وخاط الثوب. يسمى سيدنا نوح بشيخ الأنبياء لأنه عاش لمدة طويلة، فقد قضى قرنا إلا 50 عاما في دعوة قومه فقط، والله أعلم كم عاش. لقب رسول صلى الله عليه وسلم بابن الذبيحين لأنه من نسل سيدنا إسماعيل وهو الذبيح الأول، لأن الله أوحى إلى سيدنا إبراهيم بذبحه ثم فداه بكبش عظيم، وهو ابن الذبيح الثاني عبد الله بن المطلب. كان عبد المطلب قد نذر نذرا، إذا رزق بعشر أولاد سيذبح واحدا منهم تقربا لله عز وجل. عند نضجهم قام بالاقتراح، أي قام بقرعة من سيكون القربان، وقعت القرعة على عبد الله، لكن الناس رفضوا إخوته وعشيرته إلى آخره، كيف يذبح ابنه كما أنه كانت قاسية عليه. فذهب إلى الكاهنة للبحث عن حل، فدعته إلى الأزلام، شيء مثل القرعة، يفعل أو لا يفعل، يذبح ابنه إذا وقعت يفعل، أو يدفع دية 10 من الإبل. كانت الدية 10 من الإبل في ذلك الوقت. في كل مرة كانت تقع يفعل، أي يذبح ابنه، حتى المرة 10. في المرة 10 كان عدد الإبل التي يجب ذبحها 100 من الإبل. وقعت لا يفعل، أي لا يذبح ابنه، فذبح 100 من الإبل بدل ابنه كدية. ومنذ ذلك الوقت أصبحت دية الإنسان 100 من الإبل، لذلك يسمى الرسول صلى الله عليه وسلم بابن الذبيحين. انتهت معلوماتنا لليوم. ما هي المعلومة التي تعلمتموها وأعجبتكم؟ أخبروني في التعليقات. إلى حلقة أخرى، دمتم سالمين.